هذا البرنامج برعاية AUH موتور سبورتس. من الضيوف اللي كنا ناطرينهم هي الأخصائية التغذية رولا اللي هي معنا اليوم. رولا خبرينا شوي أكثر عنك وعن التغذية in general. أنا بشتغل بإندكس ميديكال سنتر بمدينة دبي الطبية، صار لي تقريباً 10 سنين بهالمجال أو أكثر. اشتغلت بمستشفيات كمان، وطبعاً بيجيني حالات كتير على العيادة. من أكثر الحالات هي مشكلة السمنة ومشاكل السكري. طبعاً إحنا بنعرف هنا بالعالم العربي مشكلة السكري صاير كتير، يعني مشكلة كبيرة، وكل المشاكل تقريباً تيجي نتيجة من السمنة. فاليوم رح نحكي هيك يعني بصفة عامة عن التغذية الصحيحة عشان تجنب كل هاي الأمراض ومنها السمنة. سوري عفواً، قبل ما نبلش بالتربية بتقولي أحسن بس نحن نفيق الصبح قبل ما ناكل، لازم يكون عنا جاب الأول قبل ما ناكل، أو في نحن نوعى دغري بناكل، أو نوعى لازم ننطر شوي تناكل، ولا نشرب مي بعدين ما بيقولوا، أو نشرب مي بمي سخنة كوفي جينجر. شو بتقولي أنسب شيء قبل التربيقة؟ شوفي، هو حسب وقتك. يعني إذا أنت مثلا عندك وقت، يعني أنت مش ضروري إنه لما تفيقي لازم تتركي وقت، حسب وقتك، أنت رايحة على الشغل أو أنت رايحة على الجامعة، بس المهم إنك تتروقي قبل ما تطلعي. هلا هاي اللي بقول لك مثلا لازم تشربي شيء سخن عشان يدوب، او تشربي كاستين مي الصبح مع ليمون. لا، هو المي ان جنرال لازم تشربه على الاقل 8 ل 10 اكواب باليوم. مش ضروري مر يعني يشرب 2 او 3، يعني تقسموها باليوم، لانه اذا شرب الواحد كميه كتير ممكن تنزل بالبول. فهو بس بدك تضلك تشربي، يعني ضلك على في هذا الشيء اللي كتير درج ديتوكس، واللي بيجيبوا الجوس وبيحطوا بقلبه، بيجيبوا المي بيحطوا بقلبه انواع من الفواكه. كثير سمعت ليمون، سمعت كثير قصص بوزيتيف وكثير قصص عم تقول انه لا هذا مش مزبوط. هلا مبدا الديتوكس انه تريح الجسم من السموم، يعني يساعد على طرح السموم من الجسم. إذا بتاخدي بس عصاير ومي وهيك، فأنت عم بتريحي الجهاز الهضمي عندك، وبسهل إنه تعطيه فترة راحة، وبساعد على التخلص من الجسم من السموم. بس الواحد ده ينتبه لازم ياخد برضو بروتينات وكل هاي العناصر. بصفة عامة إنه لازم ناكل وجبات بانتظام، 3 وجبات رئيسيات ووجبات خفيفة بيناتهم، يعني مثلاً فطور وغدا وعشاء، وسناكس ممكن تكون حبة فواكه. نكتر من الألياف اللي هي الفواكه والهاي، على الأقل ما نتناول 2 ل3 فواكه باليوم. خضار بدنا كمان 5 حصص باليوم، يعني نقسمها مع بالوجبات كلها. نشرب مي كفاية، نبتعد عن الأطعمة الحلويات والأطعمة المقلية، نستبدلها بالأطعمة الصحية. نحاول كمان نمارس النشاط الرياضي. هلا اخر دراسات بتقول على الاقل 30 دقيقه في اليوم. اذا الواحد ما عنده وقت ممكن يستعمل مثلا طرق تانية، ممكن يطلع على الدرج بالبيت، ممكن يعمل يوغا، شوف سيارته بعيده يمشي. ايوه بالضبط. هيك عم تعمل الهي صح، يطلع لو طابقين 3 على الشغل بالمشي وبعدين كفي بالمصعد. بالضبط بالضبط. كمان النوم بيأثر، ناخذ كم ساعة لازم ننام؟ لأنه ما عم يخلونا ننام منيح هلا، بس خلي حدا يسمع المخرج قد ايه لازم ننام. 7 على 8، كل جسم بيختلف، بس يعني 7 على 8 باليوم. وهذه هي. نحن متشكر كثير رولا على حضورك معنا، عن جد نصايح عامة بس أوقات نحن نخدها for granted ننسيها، بس حلو نرجع نتذكرها.
ثانكس اجين لانه جيتي لعنا اليوم ونحن كثير متشكرين. وانا ثانك يو لكم كلكم واي هوب تكونوا استفدتوا من الاشياء اللي حكيناها. الله يعافيكم. اهلا. هذا البرنامج برعاية AUH Motorsports.